ما بيسك فين وفد السقف خدم ضزطا ها قدي باش يقول اسمي ستورا اسم سنيا دا شو كنت واقي زوج مال واقي يصدي هاتا ممكن سنخدمي واقي ومن بعد أتنظر ألف دغاني مسلس دغاني ألف دغاني أتسلسل طلاقي أكيد سلسل أكيا أستعمل طلقة النظر ومن بعد أتدزل شوية وقي قامس أيا زيد أيا زيد وقي ذا يا زيد وقي ذو المال وقي ذا كوز قدني وقي ذي فقهين وقي ذا كوز قدني وقي ذا غاني مزطا مي وقي سقابلت وقي خطر ما ينسرك وقي وعران الخيو وقي ندرد صافي غاش كي لوهين يتحميت يتطفيت الوهين أستخدم كان كي جينا هير جبطة كي ما تسادر وقي قيم غارة شحال وقيمة فرنوس فرنوس اسمع غا قيم غا قوز ما غا دي عدي اسمع غا دي ينقص هذا تيدي وطن دي بعيد تيدي تفغى اللي وين دفغى يوم بعد دي تعطيد ثورة غي فرنوس قدين فانتورة دي القاقة وزطن تاري فرنوس قدين الله خطوة نتشفور ونيري اي وسط ندحد كان وميت نتوقامل اثاي حد وشيب مرا يروح على الجنازة غادي يرسى فارنوس السنين تجبد ضد ذي الله مودا نيضا هذو قمتي كبوضي ما تروح انت ذا فارنوس تروسو مي ثورا مو غادي ند اقدي وحدي غيري ثورا كي كان يسعي غير باغي يدكم مندين بلا والو ايه في الجرنا أفنوسم لد تروسون تلقرني معنا خطي دي زغداني إني نعي تروسون باش أثناقل نرى العسكر داخل وماذا غنى أش كده شو بحال أتعدي أطلق ماذا غنى كده أقدي أثي أش كده بركين أم تجورني أم وماذا غنى وثي تولي نرى أش ما تروح مو شرط أني ثو خدات ما تروح تينا ما تعقل كلش أتخذ ما كسوة فري ونسا تفضل يا أردخل يوم ماذا؟ يجي بطولة في بس بطولة يبان يس هو غمين أنا كي لو سروال سكبوط تينو ما تين ضايا غرا ودي شافانوس لكن لو سروال سكبوط صافي كي ديس لوقت بي روحوا بارموس أمي نروحوا كوني ذاين أقلينا كي ساكولش ما في تجرحين ثم فغانتا ثل مني غاسنت ناسنت عندهم كي كنت سكينة الله رقود غادي روح خاطر ولا خلى الغشي خلى الغشي تيجي من تيجي تخدم نسي خلى تيجي ايش تضن ترى في سجاتين وتوي انت ايش تضن يا عندنا في سجات مباراه شتاد ما كنتي سجيت فهموا داش هذا شتاد اي ترى خاطر ما عاش سنتين الدوله اللي قارنت ممكن ممكن لا مده نتبع ثوره تبعت مي غير رشتوري بغان بغان يفارميس مخادف هنا اي غار عزن عزن تدخل منت بغين تارا بغين تارا اثنو بواقي ويدير شهر الضفر نوسا كم مبر كان لنا عند الدس كم جي كي تسكن غاكي انا هي كم جي بغي انا سهل ترى شو انت انا دق شافي مش هذا فارنوس انا هي تخدم دق شافي تخدم بغي تخدم اش حبيت عمر مثلا 178 178 ترى قرب انا غوي دابا بريد مازال نسمو ان شاء الله ان شاء الله.